مهجنات والزميل حمدان اليحافي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سالم الحبسي، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية عاصمة الميادين لسباقات الهجن ميدان الوثبة الذي يشهد انطلاق سن اللقاية لهذا اليوم. هجن أبناء القبائل ينطلق بحفظ من الله ورعاية شوط الأبكار المهجنات الأصائل. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنجد على الصدارة من تأتي مع المقدمة والصدارة بهذا التقدم والمسار المميز. حربة تأتي غرائب، تأتي غرائب مع الصدارة، تعود الملكية من يقدم لنا غرائب هناك مع الصدارة ومع المقدمة اللي هي حربة. سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي من يقدم هذا الاسم، والانطلاق الأول بن حريك يعلن الحضور مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول ويقدم لنا حربة. ثاني المراكز أتاتي المتحدة، راشد بن سالم بن خلفان بن خميس الراشدي من يقدم المتحدة مع المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثالث، ثالث المراكز أرى اللي هي الشايبة سعيد بن راشد بن سعيد بن خميس السعدي من يقدم هذه الاسم. رابع المراكز تسلل مباشر في هذه الانطلاقة من مهابة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم هذا الاسم والشعار لمهابة، وتأتي مباشرة إلى المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس مثيرة، عيد بن راشد بن سعيد المنصوري من يقدم مثيرة. انتقل مباشرة بدوري إلى المركز السادس لنجد مع المركز السادس سلابة، خالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي يقدم هذا الاسم. سابع المراكز اللي في المركز السابع، انطلاقا مباشر في هذه اللحظات وتأتي هناك خيال سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري من يقدم هذا الاسم. ثامن المراكز وغيرت إلى المركز السابع بهذا التقدم الممتاز والتقدم الجميل من سمحة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم الشبل هذا الشعار والانطلاق، القدوم والوصول والانطلاق مباشر في هذه اللحظات من طيش أبخيت بن محمد بن راشد بالسم المنصوري. وتاسعي المراكز اللي في المركز التاسع تاتينا تنويه سعيد بن محمد بالحب العامري، عاشر المراكز وختام النداء الأول لشوط الأبكار اللقاية المهجنات الأصايل المنطلقة هنا الدانة. مبارك بن سيب بن مبارك المنصوري، أذعنا مشاهدين الكرام إلى حضراتكم العشر الأوائل من تزين عاصمة الملايين عاصمة الميادين ميدان الوثبة الذي يشهد انطلاق سن اللقاية لهذا اليوم. نعود إلى المقدمة، نعود مع الثنائية والصدارة مقدمة الشوط والمركز الأول. من تأتي مع المقدمة تأتي مهابة، مهابة بالسم يعلن الحضور وهذا التقدم، راشد بن محمد بن راشد بالسم المنصوري بن نشمي، ولكن من تغير مع المركز الأول في هذه اللحظات أرى اللي هي مثيرة، عيد بن راشد بن سعيد المنصوري أعلن الحضور براشد مع القيادة والصدارة، بن عصيان يتواجد مع المقدمة ومع الصدارة ويو يقدم لنا مثيرة مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني مهابة، راشد بن محمد بن راشد بالسم المنصوري. المركز الثالث سلابة، خالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي من يقدم هذا الاسم. بن صوفان يعلن الحضور مع المركز الثالث، ضيف هنا عزيز القادم من ميدان التحدي يعلن هذا الحضور في عاصمة الميادين مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع اللي هي حرب تعود الملكية، سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، رباعية مع الصدارة، رباعية مميزة مع المقدمة والانطلاق الأول. خامس المراكز تأتينا مباشرة الشايبة سعد بن راشد بن سعيد بن خميس السعدي من يقدم الشايبة وتحتل المركز الخامس. المركز السادس شعار أبو حمد يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم لسمحه، سمح الله دربك يا أبو حمد. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم ويقدم لنا سمحه مع المركز السادس. سابع المراكز القادمة والمنطلق خيال سيب بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، وصلت الأسماء، وصلت مشاهدين الكرام تنويه سعيد
بن محمد بالحب العامري يقدم لنا تنويه مع المركز الثامن، تاسع المراكز اللي في المركز التاسع من تاتي طيش بخيت بن محمد بن راشد بالسم المنصوري، من يقدم لنا طيش والقدوم من نوفة عود الملكية راشد بن طالب بن شريم المري. هكذا الأسماء، هكذا النتيجة القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات. هناك تاتي الفائزة عبد الله بن خير اليبوني الظاهري. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى بن حريك. بن حريك مع الصدارة مع المقدمة وبن دري الفلاحي، الثنتين اللي بهنزان اللقاء غيرت سمح موازين الشوط وتغيرت مع الصدارة ومع القيادة هنا بالانطلاق الأول وبالمسار الأول. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يعرف الطريق للرموز جيدا إلى الذهب والسيوف بالفعل بو حمد. هنا اقتربنا من غلاف القوي للكيلومتر الأخير، يا سلام مع الصدارة مع البداية. سمحة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي الشبل يعلن الحضور مع البداية في شوطنا الأول للمهجنات الأصايل، ويقدم لنا سمحة مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني حربة، سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني، المركز الثالث المنطلق مع ثالث المراكز الشايبة سعد بن راشد بن سعيد بن خميس الساعدي. ما شاء الله، هنا تبارك الله على هذا الإبداع والانطلاق. اذكر الله من تتابع هذا الانطلاق وهذه النوعية بالفعل الفاخر. مشاهدين الكرام بيتميز وبانطلاق وبانفراد كلي للغاية. هنا مشاهدين الكرام سالم بن أحمد بن دري الفلاحي غادر الجميع وأطلق له العنان، أطلق له العنان أبو حمد، وليس بمستغرب لهذا الشعار الإنجاز والنواميس والفوز والانتصارات دائما. هنا مشاهدين الكرام تهانينا من هذه اللحظات، ونقول صب عليهم بالخير أهل زاخر، عودهم عودهم بن دري الفلاحي، عودهم مع الناموس سلوب الشبل. سلام سلام سمحة سلام، تهانينا والناموس والفوز والانتصار لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي. واسعد الله صباحك يا حمد بن سالم بن دري الفلاحي على هذا الإبداع. المركز الثاني من أتت مشاهدين الكرام حربة، سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. المركز الثالث وصلت هناك اللي هي الشاهينية والفائضة محمد بن بطيب بن مناخ الخيلي. أول إذاعة للفائضة. المركز الرابع الشعلة مشاهدين الكرام شاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري. والمركز الخامس الشايب سعد بن راشد بن سعيد بن خميس السعدي. هكذا النتيجة. نذهب إلى التوقيت الزمني وإلى سمحة وإلى سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من أعلن حضور أبو حمد في هذا الصباح. قاطع المسافة 7:31، 6 من الأجزاء. تهانينا لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني 7:32، 5 من الأجزاء من أتت اللي هي حربة، سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. المركز الثالث التوقيت الزمني مشاهدين الكرام 7:36، 6 من الأجزاء مع المركز الثالث الفائضة تعود الملكية مشاهدين الكرام محمد بن بطيب بن مناخ الخيلي. والمركز الرابع نشوف التوقيت مع المركز الرابع 7:38، 5 من الأجزاء من أتت مع المركز الرابع اللي هي الشعلة شاقع بن حمد بن محمد بن طفله المري. خامس المراكز التوقيت الزمني 7:39، 4 من الأجزاء من أتت مع المركز الخامس مشاهدين الكرام اللي هي هناك الشايبة سعد بن راشد بن سعيد بن خميس الساعدي. هكذا كانت النتيجة.